هذا البرنامج يقدم لكم من طرف اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الرمضاني مآذن. المنازل والقصور والمعالم الدينية بصحراء الجزائر إرث مادي خلفته أجيال متعاقبة أظهرت قدرة قاطني الصحراء على التأقلم مع محيطهم وتحدي قسوة المناخ بالتشييد والبناء والإبداع. مدينة بشار التي تبعد بنحو 950 كيلومتراً عن العاصمة الجزائر، من ضمن المدن الصحراوية الجزائرية التي تضم شواهد أثرية تبرز تراثها الضارب في عمق التاريخ. وكغيرها من مدن الجزائر، عانت مدينة بشار من بطش المستعمر الفرنسي ومحاولته لطمس الهوية العربية الإسلامية الجزائرية. ففي العام 1953 وضع الاحتلال حجر أساس كنيسة سيدة الصحراء، وخلال سنتين تقريبا تم إنجازها بهدف التنصير وإبعاد سكان المنطقة عن الدين الإسلامي الحنيف. إلا أن حملات العدو لم تدم طويلا ليتحقق استقلال البلاد، ومعه انطلقت مهام الدعوة للدين الحق، وتحولت الكنيسة إلى مسجد يحمل اسم الصحابي الجليل مالك بن الحويرث. قصة كفاح مشوقة لبيت من بيوت الله، نترككم تتابعون تفاصيلها في هذا الربورتاج من إعداد الصحفي أسامة العوادي. لنتابع. في شموخ تنتصب مئذنة مسجد مالك بن الحويرث وسط مدينة بشار جنوب غربي الجزائر، كشاهد على حملات التنصير التي قادتها فرنسا الاستعمارية لسلخ الأمة الجزائرية عن هويتها. الصالح الديني هذا مر بمرحلتين، مرحلة التشييد، وأسس من بداية تشييده على أساس أنه كنيسة، وكان ذلك في سنة 1953. بنحو 20 شهراً قبل اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، وضع المحتل الفرنسي حجر الأساس لبناء هذه الكنيسة وسط المدينة تحت اسم كولوم بشار. أسس على أساس كنيسة، وكان هذا ضمن المخطط التنصيري للاستعمار الفرنسي، هذا كان من جهة، ودامت سنوات حتى يشيد هذا الصرح المعماري، وكان على أساس كنيسة، وقد اختار لها المستعمر كنيسة سيدة الصحراء. افتتحت في سنة 1959. بعد تحديد الموقع، وقع اختيار سلطات الاحتلال آنذاك على المهندس بيير كليفنو لتصميم المعلم والإشراف على تشييده. من الأشياء الجميلة التي قام بها من كان على رأس اختيار الموقع أنه اختار موقعا استراتيجيا جميلا جدا يعتلي ولاية بشار، وسط ولاية بشار، أنه موقع عالي جدا حيث تظهر الكنيسة للزائر وللرائي من كل الجوانب، عند المدخل الجنوبي والمدخل الشمالي للولاية، هذا من جهة. بالنسبة لهذا الصرح المعماري، أسس على أرضية مربعة طول ضلعها 20 متر، وبالنسبة لقطر القنطرة كذلك هي مرتفعة بارتفاع 20 متر عن الأرض. بعد
عامان كانا كافيين لإنجاز هذا الصرح الذي لم تطأه أقدام التنصيريين إلى غاية سنة 59 من القرن الماضي، حيث أنها كانت قبلة للمسيحيين الذين كانوا يقطنون آنذاك في ولاية بشار من مستعمرين وما شبههم. بعد هذه المرحلة اختار لها أيضا من أسس هذا الصرح الديني الذي هو الكنيسة، اختار أعلى منطقة في ولاية بشار، حيث أن هذه الكنيسة تظهر للرأي في كل جانب من جوانب الولاية، بمعنى أي واحد جاء داخل الولاية يشوفها، سواء جنوبا ولا المدخل الجنوبي ولا المدخل الشمالي للولاية. اختاروا لها مكان عالي جدا، حتى أن الصومعة نتاعها تنك شامخة تعلو في السماء. لم تدم حملات التنصير طويلا ليتحقق استقلال البلاد، ومعه انطلقت بالموقع مهام الدعوة للدين الحق تحت اسم الصحابي الجليل مالك بن الحويرث. في مجالها الثاني وفي عصرها الثاني أيضا، عندما حولت إلى مسجد، وكان ذلك في سنة 1974، حيث بعد الاستقلال، نعمة الاستقلال الحمد لله، تحولت إلى مسجد. ما بين حقبتي الاستعمار والاستقلال ظلت زوايا المكان تصدح بالحق وتعظم شعائر الله وتعاليم الإسلام الوسطي والمعتدل، بعد التغييرات التي فرضها الواقع على المبنى ليتحول إلى منارة للتوحيد. وجرى هناك تغيير طفيف في هذا الصرح، أولا من تغيير الاسم وهو مسجد مالك بن الحويرث حاليا يتوسط ولاية بشار، طمس بعض الرموز المسيحية طبعا حتى تكتمل العبادة، كأعرف أمور المسلمين وشعارات المسلمين أيضا من نجمة وهلال تعتلي الصومعة، كان طمس أيضا الصليب الذي كان يعتلي الصومعة، كان هناك صليب ضخم كبير جدا، طمس الصليب وحل مكانه نجمة وهلال اللي هو شعار المسلمين. هذا البناء الذي حول في سنة 1974 إلى مسجد أدخل عليه بعض التعديلات أو بعض الإضافات في البناء الأساسي الذي كان كنيسة، بحيث أضيفت له مدرسة قرآنية وحائط يحيط به ميردو كلوتير. وبعدها نقطة أيضا، هنا نقطة نظام، أنه كان يراد به تحويله بعد الاستقلال إلى قاعة للرياضات، ولكن المستعمر والمسيح أنذاك في ولاية بشار أبوا ورفضوا ذلك، قالوا إنما شيد على أساس معبد ديني فليبقى معبد ديني لكم، فحول إلى مسجد، وكان ذلك سنة 1974. واختار له المسلمون مسجد مالك بن الحويرث اسم الصحابي الجليل مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه. رغم التغييرات التي طرأت على بعض من أجزاء المسجد، إلا أن أغلبية معالمه الهندسية الخارجية منها والداخلية بقيت محافظة على مجمل تفاصيلها. من جهة أخرى، اعتمد أيضا المصمم الذي صمم الكنيسة على عدة أمور دينية عقائدية، منها المثلث الذي نراه في كل ربوع الكنيسة، أيضا اعتمدوا على نوعية الزجاج الملون، وهو يشمل كل الكنائس، إذا قمتم بالبحث في الكنائس على مستوى العالم تجدون هذا النوع من الزجاج. الزجاج المستعمل في النوافذ هو زجاج ملون، يعني حتى من أجل الخلق، لأنه في الوقت هذاك تعرف لدار العبادة لازم يكون ما فيهاش ضوء بزاف، هذه بالنسبة للكنائس عندهم واحد الأخر، فبالتالي ذاك الزجاج ينقص يكاسي الريون تاع السمش، ممكن ينقص لهذوك الريون، ينقص يخلق واحد الجو
نقولوا رهباني في وسط في القاعة الداخل. هذا اللي خلاهم يستعملوا هذه الألوان الداكنة باش الضوء ما يكونش كتير في القاعة. وأيضا تم تغيير القبلة في سنة 2003. أيضا في سنة 2003 كان هناك انحراف طفيف في القبلة فتم تغييره، فأصبحت تقريبا ما يقارب 30 درجة تغيرت القبلة على حسب الفقهاء حتى تتم الصلاة بصفة صحيحة جائزة. أيضا من بين التغييرات التي حدثت استحداث قاعة للوضوء بعدما تحول من كنيسة إلى مسجد. من بين أيضا التغييرات استحداث فناء للمسجد. في سنة 2018 بصمة جديدة اعتنت بها بلدية بشار، وهي إعادة الاعتبار للساعة. الساعة التي تعتلي الصومعة تم تشغيلها من جديد، حيث اقتنوا محرك جديدا أوتوماتيكيا يعمل بالجي بي اس. شواهد الهندسة الصحراوية ماثلة في جميع ثنايا المسجد لتعكس النمط المعماري للمنطقة بخصوصيتها وثقافتها وهويتها. اعتمد المهندس المعماري في البناء هذا على بعض التقنيات من نظرا لخاصية المنطقة والحرارة، واستعمل تقنيات يعتمد فيها على تهوية البناء باستعمال قنوات تهوية داخلة في نظام البناء. البناء هذا أسس عن طريق ما يسمى بليفوت، وهو يسمى باللغة العربية القنطرة، وهو عبارة عن قنطرتين متقاطعتين. فيما يخص الواجهات، وكما هو معروف أنه منطقة صحراوية وحارة، فما كانش هناك يعني فتحات كثيرة استعملت في الواجهة، وهذا من أجل إنقاص دخول إشعاعات الشمس. حتى بالنسبة للزجاج المستعمل كانوا يستعملوا الزجاج ملون حتى ينقص دخول الشمس، والمبنى يبقى محافظ على يعني ما نسمى بالإيزولاسيون تيرميك. زيادة على القدسية الدينية التي يحظى بها في المنطقة، يعد المسجد مكسبا سياحيا يستقطب الزوار، فالمسجد يكاد يكون رمزا من رموز المدينة التي يغلب عليها الطابع السياحي. أصبح المسجد يستقطب الكثير والكثير من السواح والمصلين في نفس الوقت، وهو لحد الآن بصمة جميلة جدا في ولاية بشار، ويتعد معلم أثري في الولاية. لهندسة المسجد وبيئة المكان علاقة زادت من ارتباط أهل المدينة بهذا الصرح، إذ ما زال المسجد منارة ومقصدا لأداء الصلوات، محافظا على دوره التربوي في تعليم أحكام الدين الحنيف. فهو يدور حول تعمير بيوت الله، حول الصلوات الخمس، وحول الصلح بين الناس، وحول أيضا فك الخصام فيه، قفة رمضان فيه، المناسبات، إحياء المولد، ليالي المولد النبوي الشريف، ليلة القدر المباركة، قيام صلاة التراويح في المسجد، كل هذه المناسبات في تعليم القرآن الكريم، فيه دروس وعظية وفقهية، فيه الشمائل المحمدية
من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيه التعاون، التكافل، التضامن. مسجد مالك بن الحويرث ما زال شامخاً ليسرد قصة التسامح الديني وكيف تحولت كنيسة سيدة الصحراء إلى منارة للتوحيد والوسطية والاعتدال. المساجد الشامخة بأرض الجزائر عديدة، وصوت الحق الصادح منها واحد، يرفع على مسامعكم غدا من مدينة جزائرية أخرى. فانصتوا لعلكم تفلحون. إلى اللقاء في حلقة جديدة. هذا البرنامج قدم لكم من طرف اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر، دائما أقرب.